أوديولابي، شارك المعرفة. أوديولابي تقدم: الشخص المناسب سيدخل حياتك في توقيت إلهي. مرحبا بكم أيها الرائعون في مقال صوتي جديد. بداية ندعوك إلى دعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك. نحن نعيش عصر الإشباع الفوري، عصر الكسل والتأجيل، عصر السهل الممتنع. نريد امتلاك كل شيء الآن وفورا، لا نريد بذل أي مجهود في كل نواحي ومجالات الحياة. لقد صارت حياتنا كلها مقتصرة على كبسة زر، وعدم الصبر هو ميزتها الأساسية. ماذا نعني بالتوقيت الإلهي؟ لكي يحدث كل شيء بطريقة صحيحة يوجد مكان ووقت مناسبين، يطلق عليه التوقيت الإلهي. سيساعدنا الفهم الجيد لقواعد هذا التوقيت في اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية من حياتنا كعلاقاتنا على سبيل المثال. ولكن قبل أن نكمل وفي هذا السياق ندعوكم للاستماع إلى توكيدات إيجابية صوتية لبرمجة عقلك الباطن على الزواج السعيد. حمل نسختك عبر الرابط الذي سيظهر الآن. قاعدة التوقيت الإلهي رقم 1: كل شيء في سريان. يتكون الكون من 5 عناصر: الهواء والماء والنار والأرض والأثير في تبادل وتمازجات مختلفة، وتظل هذه التوليفات متغيرة باستمرار. لذلك كل شيء من الصخور إلى الجبال إلى أجسامنا يكون في سريان مستمر. ولذلك إذا ربطنا الأمور بالطريقة الغير مناسبة فإننا نذهب بأنفسنا إلى الفشل. عندما نبدأ في فهم هذا القانون الكوني بأن كل شيء يتغير باستمرار وبدء قبول الأشياء كما هي بدلا من كيف نريدها أن تكون، فإن الأشياء ستبدأ في التغير لصالحنا. قاعدة التوقيت الإلهي رقم 2: التوقيت مهم. عندما تتواصل مع الآخرين كن واعيا بالتوقيت بقدر وعيك بمحتوى محادثتك. إذا كنت تريد إجراء محادثة صعبة مع شخص ما، مثل تقديم نقد أو التعبير عن آلامك، فمن الأفضل أن تنتظر الوقت المناسب الذي يكون فيه الشخص في حالة مزاجية متقبلة. إذا كان الشخص مسرعا أو يعمل أو ينام وأنت تزعجهم بأسئلتك في ذلك الوقت، مهما كانت أهميتها فلن يكونوا قادرين على الاستجابة لك بطريقة هادئة وعقلانية. إذا كنت تشعر بأن عواطفك تسبب لك الكثير من القلق، بدلاً من رمي كل مشاعر القلق والخوف على شريك حياتك. قاعدة التوقيت الإلهي رقم 3: محاولة فرض الأمور أو الضغط على الآخرين ليس الحل. أسوأ طريقة لمحاولة تغيير شخص ما هي عن طريق الضغط عليهم أو إصدار الإنذارات والتهديدات. كل شخص لديه توقيته الخاص للقيام بالأشياء، ولا أحد يحب أن يضغط عليه. إن عدم الصبر ونوبات الغضب وإصدار الإنذارات سيؤدي فقط إلى ترك الآخرين لك وإنهاء علاقتهم بك. إذا تبعت هذه القاعدة الكونية، فإن الأشخاص الخطأ الذين لا يتماشون معك طاقيا سيغادرون حياتك، وستترك المجال للأشخاص المناسبين الذين هم في انسجام مع هدف روحك. قاعدة التوقيت الإلهي رقم 4: نفاذ الصبر يدعو إلى البحث. عندما نفقد صبرنا يكون ذلك بسبب الخوف أو القلق الكامن بداخلنا، فبدلا من ترك نفاذ صبرنا يسيطر علينا يجب الوصول إلى السبب الأساسي لخوفنا. في بعض الأحيان يعطينا الكون شركاء لإثارة جراحنا ومخاوفنا حتى نتمكن من مواجهتها وجها لوجه ونعالج أنفسنا منها. عندما نواجه مخاوفنا نبدأ عملية التحول الكيميائي ونهيئ الأرضية للشخص المناسب للدخول إلى حياتنا. المفارقة هي أن الشخص المناسب سوف يأتي إلى حياتك عندما تعرف كيف تكون سعيدا تماما وتبدأ بتحقيق أهدافك بنفسك، عندما تتخطى كل السلبيات والسلوكيات السامة التي تمنعك من التطور، وعندما لا تحاول فرض الأمور وتسمح للأشياء بالتكشف تلقائيا. عندما تنتهي من العمل على داخلك وشفاء نفسك، عندها لن تحتاج إلى أي شخص آخر لإكمالك أو لجعلك سعيدا. شاهد أيضا وتابعنا على ساوند كلاود وفيسبوك.